السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركز الحدودي اللي راه قيد الانشاء في ولايه تندوف بالحدود مع موريتانيا، ونلاحظ انه المركز هذا ضخم، يعد اكبر مركز حدودي للجزائر على يعني في كل بالنسبه لكل المناطق الحدوديه المتواجده يعني مع تونس او ليبيا او مالي او نيجر او موريتانيا، فهذا يعتبر اكبر مركز حدودي، عنده اكثر من مرفق في مجال يعني مرافقه المتعاملين الاقتصاديين والعابرين تاع الحدود ما بين الجزائر وموريتانيا، وبالاضافه الى يعني الوظائف المعمول بها في المراكز الحدوديه، هناك وظائف اخرى ترفيهيه وإيوائية، مراكز للإيواء يعني عابرين الحدود، وكذلك حتى فيه مراكز رياضية للعمال والموظفين اللي يعملون في هذا المركز الحدودي الضخم. وكذلك تجد الإشارة أن الطراز هذا هو طراز جزائري زيري مستمد من التراث الجزائري من الجهة الجزائرية، ومن جهة الموريتانية فهو يتبع طراز آخر، طراز شنقيطي موريتاني. إذن هذا هو المركز الحدود اللي تم بناؤه مؤخرا، والأشغال راهي كما نلاحظ تقرب من نهاية نتاعها. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.